احنا كنشاركوا هذا العام في معرض ديال الطاقه الشمسيه باش نكسبوزيو المواد ديالنا في الطاقه الشمسيه وفين واصله التكنولوجيا حاليا. الحمد لله لي برودوي ديالنا يعني معروفين عالميا افيك اون كاليتي تري سيبيريور. دونك عندنا جميع المكونات ديال الطاقه الشمسيه اللي يقدر يستفد منها اي واحد حاليا، يعني تقدر تحطها في لي ميزون بور لو بومباج سولير ويستافد منها. سي الطاقه الشمسيه يعني سي اون سورس لي غراتويت، خصنا نستافدو منها ونستافدو منها بواحد الطريقه اللي تكون ذكيه. دونك حنا هنا باش نساهموا حتى حنايا في لانتيغراسيون ديال الطاقه الشمسيه في المغرب ونزيدوا بلادنا القدام في هذا الميدان هذا ونستافدوا منه ونكونوا الحمد لله يعني حتى حنا من السباقين في هذا الدومين. و فوالا دونك معنا مشاركين يعني شركات عالميه منهم كادو سيستم، هذه شركه يعني معروفه بلي سيبور ديال اللوائح الشمسيه معروفه عالميا، والحمد لله كاينه دابا اترافير اكسلنت بارتنرز كاينه هنايا في المغرب، وكنحاولوا نستافدوا من جميع زعما لي فورنيسور اللي عندهم واحد مكانه في العالم ديالهم وندخلوا هاد التكنولوجيا للبلاد ونستافدوا منها يعني كاملين في الصالح العام. كوسا سوا يعني انتم دابا السيد ديال قناه الفلاح يعني يستافد منا الناس ديال البومباج سولير، يستافدوا منا الناس ديال اللي عنده دار عنده كونسوماسيون وبغى ينقص من لا فاكتور ويستافد من الطاقه الشمسيه. كنديروا اكومبانيومون حتى يستافد من هاد لا سورس هذا اللي فابور ويكون ونحافظوا على الطاقه ديالنا. هذا الكيم احنا بنخدم في مجال السبور ديال الطاقه الشمسيه. احنا شركه المانيه من الشركات الرائده في مجال الطاقه الشمسيه، بتخدم من العام 2003، وفي ال 19 عام اللي فاتوا عملنا انستالاسيون لاكثر من 20 جيجا. السبور ديالنا من الالومنيوم، بيستخدم للمنازل، بيستخدم للفلاحه، يستخدم للاراضي. النهارده عارضين مع الديستريبيوتر ديالنا شركه اكسلن بارتنر، عارضين المنتجات ديالنا، جينا من المانيا باش نتعاون معاهم ونكون موجودين في المعرض. انا باجي لسولار اكسبو يمكن من العام 2012. للاسف كان السنه اللي فاتت بسبب الكورونا واللي قبلها تم الغائه، ولكن السنه دي احنا فرحانين ان هو اتعمل تاني. المعرض زوين يعني، حتى الان الفيدباك اللي جاي من الزباين والمصنعين الموجودين ان هو معرض محترم. نتمنى ان شاء الله غدا وبعد غد يكون في اقبال اكتر كمان من الزباين، وان شاء الله انا عندي رؤيه. انا باجي المغرب زي ما قلت من اكتر من 11 سنه، حضرت السوق المغربي في بدايته، واقدر اقول ان بالنسبه للشركه ديالي اهم سوق في افريقيا الان هو السوق المغربي. في استدامه، في صعود، يمكن مش بالشكل السريع ولكن في استدامه. مش ضروري يكون الصعود سريع لان دايما بيكون الهبوط سريع. انا افضل صعود بطريقه بطيئه ولكن في استدامه، وده اللي باين في المغرب. يمكن من 3 سنوات وحجم المشاريع تضاعف، حتى المشروع ما بقاش المشاريع الصغيره ولكن ده بالمشاريع الكبيره. حتى في الفلاحه كميه المزارع اللي بتعتمد على الطاقه الشمسيه العدد تضاعف في خلال ال3 سنوات او ال4 سنوات اللي فاتوا. ده شيء ممتاز بالنسبه للمغرب. اعتقد السياسه المغربيه هي ماشيه في الاتجاه ده، وان شاء الله ان شاء الله يعود ده بالنفع على الشعب المغربي. جينا زرنا المعرض للطاقه الشمسيه بالدار البيضاء، مهم جدا للساكنه ديال العرائش، طنجه، تطوان، قرسيف، الرشيديه، ارفود. هادو هما المناطق اللي كنخدموا فيهم. استفدنا مع عندنا شركات، درنا لقاءات معاهم، جلسات حواريه مع الجديد في البانو سولير، في الطاقه الشمسيه، في المحول، في الانرجي سولير. هادو هما المسائل اللي استفدنا وفادونا الاصدقاء ديالنا العارضين بالبانو سولير، الطاقه الشمسيه المتجدده. هذا هو على جينا.
حنا قلتي كنتي عطيتينا هذا السؤال، حنا على حساب الفلاحه كنعطيوهم ديال البومباج حتى هو اللي وشوفو سولير على حساب السخونيه ديال الماء، يعني شحال نقول لي سانيتير الحمامات الكبار الحمامات الصغار كنعطي هذا هو الدور ديالنا. هاد المريض نزيدو نتعرفو ونتشهرو، وحنا سميتنا راه معروف حنا من دومين تخوا حنا كاينين في السوق، وكنزيدو نطمعو اننا نزيدو نتعرفو اكثر. واكثر حنا بغينا نتعاملو مع لي غوفوندور كبير وصغير، ما عندناش مشكل، ولكن حنا كان الهدف ديالنا هو كلشي يتعامل معانا.